بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين بي سي اكشن ومستمعين عبر اذاعه بي سي اف ام وايضا من يشاهدنا من خلال منصه شاهد في اي بي، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده، اللي حاب يتواصل فيها معنا من خلال تويتر الهاشتاج يظهر امامكم على الشاشه، ومشاركتكم من خلال نقطه نظام تكون عبر رسالة فيديو تقول في رايك او سؤالك او مداخلتك في الواتساب على الرقم 0570611. بالتأكيد غدا تنطلق مواجهات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ما هي توقعاتك لهذه الجولة؟ وش أكثر الأشياء التي تخشاها أو تخشى عليها من أو تخشى فيها من تلعثمنا كل من سامي اللي تخشى على فريقك منها في المواجهات القادمة؟ بالتأكيد العد التنازلي لنهاية المهلة لشهادة الكفاءة، احنا بدينا في المنعطف الأخير لهذه المهلة اللي تنتهي في 26 من يناير الجاري، وفي أندية كثير ما حققت هذه الكفاءة. تشاركنا من خلال رأيك عبر الأرقام أو الرقم الذي يظهر أمامكم على الشاشة. نبدأ الحلقة مع العناوين. انطلاق الجولة 18 بمواجهتين بين هروب وتعزيز وملاحقة الاتحاد. الهلال يغادر غدا للحفر ويبتعد 15 يوم عن المباريات قبل المونديال. الأيام الأخيرة لمهلة الكفاءة تبدأ، وترقب للشباب والنصر والأهلي. الشباب يستقبل الفتح لوقف نزيف النقاط، ودونيس يجهز المباغتة. فلادان يشيد بموقف الجماهير قبل أبها وينتظر فترة التوقف للترميم. أبها وصل الدمام لمواصلة سلسلة لا خسارة للمواجهة السابعة. عشاء غريب للاعبين قبل ضمك لكسر تفوق الفارس دورياً. تقديم مواجهة التعاون مع النصر إلى العصر بسبب برد القصيم. أخضر السيدات يبدأ معسكره في جدة لأول مواجهته الدولية في فبراير. اسمحوا لي رحب بضيوفي في حلقة اليوم. معي من الرياض غرم العمري، الناقد الحصري برنامج حياك الله ابو خالد. حياك الله اخوي سلطان، مساء الخير. مساء الخير للساده المشاهدين والمستمعين، ونرحب بالزملاء معانا العزيز سامي محمد الشيخ. الله يحييك. ايضا معي عبر سكايب المنطقه الشرقيه محمد الشيخ، ناقد الحصري برنامج، حياك الله ابو عبد الله. هلا اخوي سلطان، يا هلا ومرحبا، حييك بلطيفه، حيي الزميلين العزيزين الزميل غرم العمري والزميل سامي الحريري، وحيي المتابعين الكرام. ايضا معي هنا سامي الحريري اللي ضحك لانه عارف اللي مسويه قبل الهواء. حياك الله سامي. حياك الله حبيبي سلطان، سعيد بتواجدي معك، تواجدي مع اساتذه الكرام محمد الشيخ وغرم العمري. بس انا حمال اسيه الحين، انت تخطي وانا اصير السبب. ايه شوف عينه. ايه ما عليك عينه. طيب محمد الشيخ، يعني في سؤال مشجع، يعني بالاخبار اللي طالعه يقول لك بنيقة في مفاوضات مع الهلال، اصلا هل يحتاج الهلال لاعب مثل بنيقة؟ لا، شوف بنيقة قيمة فنية كبرى، ولكن الهلال لا يتعاقد فقط لاسم اللاعب. وهل يفرط في الشباب بعد؟ قيمة فنية ايش؟ انت اقول لك هل يعني الهلال يحتاجه وهل يفرط فيه الشباب بعد؟ خلينا نفترض الان انه ما يدار صحيح، وانت سالتني هل يحتاجه الهلال؟ الهلال لا يتعاقد على اسم اللاعب وفقط، يتعاقد مع اسم اللاعب وحاجة الفريق لهذا اللاعب أو ذاك في المركز اللي يحتاجه الفريق. أنا أعتقد أنه الهلال اليوم ليس بحاجة إلى لاعب في مركز ثمانية، هو محتاج إلى لاعبين في مراكز محددة، والمفاوضات اللي يجريها الهلال مع اللاعبين الأجانب ما بين رأس حربة وما بين جناح، وبالتالي هو بعيد تماما عن هذا المركز. وبالتالي أنا ما عندي معلومة حقيقة، ولكن استبعد تماما ان يكون ليس بنيقة فقط، ان يكون خيار لاعب في مركز بنيقة. سامي، مواجهات الغد خطره على مين اكثر؟ على الشباب، لان الشباب ممكن يخسر منافسته على الدوري اليوم داخل في نفق مظلم.
بأخطاء إدارية، ربما شفنا تصاريح قائد البلطان وأدخل الفريق في نفق ربما لم يتعلمون من أخطاء الموسم الماضي. في الموسم الماضي كان الفريق الشبابي متقدم ويتقدم إلى تحقيق الدوري وحدث بعض الإشكاليات وتوقف الشباب. في هذا الموسم يتكرر نفس الإشكالية. أنا مع الشفافية وشيء جميل أنه خالد البطان يطلع ويصرح ويطالب وهذا حق من حقوقه، ولكن نشاهد فريقه بدأ يخرج من مسار المنافسة. لو تعادل الشباب، مو فوق خسارة، لو يتعادل الشباب غدا فأعتقد بأنه سيخسر الدوري طوال الموسم. الشباب دخل في إشكاليات كبيرة. الأندية الأخرى ربما الفتح، شفنا مشاكل كورونا، مشاكل كورونا أثرت عليه كثير، ولكنه فريق عنده أسماء مميزة، إدارته ما زالت متماسكة، اليوم أتى بدونس، ودونس من الأسماء المميزة بصراحة. أنا شفنا كيف أنقذ موسم الهلال في 2015 وحقق النهائي كأس الملك 2015، نهائي جحفل الشهير. اليوم يعود دونس ربما لتحقيق بعض الطموحات مع الفتح. أعتقد بأنه اختيار موفق لإدارة الفتح، ولكن من هو الفريق اللي غدا فيما لو تعثر سيتأثر كثيرا؟ أعتقد أنه الشباب. طيب يسألك يقول لك مريقة، وش رأيك نخليه رأس حربة بدل جوميز يكون ورقة رابحة؟ أتفق مليون بالمئة بصراحة، وأثبتت المباراتين السابقة صحة هذا الرأي. يعني الكثير من الجماهير الهلالية الواعية جدا كانت تتحدث عن هذا الخيار، واليوم أثبت المباريات تواجد مريقة كرأس حربة وبقاء جوميز. أنا ضد رحيل جوميز، أنا مع بقاء جوميز إلى نهاية الموسم بالتأكيد. ورقة رابحة يعني لا يعيب جوميز بصراحة، إذا خرج من الهلال سيخرج خروج الأبطال. له كل التقدير وله كل الاحترام، قدم للهلال أعظم المستويات بصراحة، ولكن قمز من الناس اللي خلينا نقول أبو لطيف اللي قلب على الفريق. يعني ما عنده إشكالية في أنه يبقى احتياط، ما راح يطلع يصرح ولا راح يتحدث ولا راح يزعل، لا بالتأكيد أنه يفكر فكر المجموعة. ماريقة تواجده كراس حربة جدا مميز، بقاء قمز كورقة رابحة وينزل في دقيقة 70 دقيقة 65 بصراحة أنا مع هذا الرأي. أما بخصوص السؤال الثاني بخصوص استقطابات الهلالية، بصراحة هذه أفضل شتوية للهلال من فترة طويلة صراحة. يشكر فهد بن نافل ورجالات الهلال على كل ما يقدمونه، وقبل كل ذلك بعد شكر الله يشكر الوليد بن طلال بصراحة. هذا الرجل الداعم اللي دائما تحدث بأنه يحمل شغف إنهاء صفقة الدعية قبل 22 عام، واليوم ينهي العديد من الصفقات بصراحة. هذا الشغف لا يتواجد إلا في قلب عاشق هلالي أصيل. يشكر جميع رجالات الهلال على كل ما يقدمونه وعلى أجمل شتوية وعلى أجمل فرحة يعيش المشجع الهلالي الفترة الحالية. فيصل الغامدي على هاشتاك البرنامج يقول أتمنى من الاتحاد عدم بيع المدة المتبقية المالكة للهلال. الهلال حاليا يعاني في وسط الميدان سواء بالإصابات أو انخفاض المستوى. صحيح عدم بيع المدة المتبقية ما يمديهم أو ما يديم تستفيد ماليا، ولكن تستفيد نقطيا، والدليل تعثرات الهلال. بيع المدة المتبقية هو أسوأ قرار إذا كان بيتخذ. هذا إذا اتفقنا أنه المالكي خلاص وقع رسميا لنادي الهلال. أبو خالد، هل أنت تتفق مع مثل هذا الإجراء إذا صح الأمر ووقع المالك الهلال؟ شوف يعني التعامل باحترافي في الأندية، أنا الشيء صار في نادي الشباب صراحة أيام الصليهم ويان أيام شراحيلي. اللعيبة وقعوا الأندية أخرى في الست شهور الأخيرة، إدارة نادي الشباب جالسة تخليهم يشاركون ويستفيدوا منهم حتى آخر يوم. نفس الشيء الكلام ينطبق، تذكرنا أسامة هوساوي لما طلع من الهلال لعب إلى آخر يوم في عقده مع نادي الهلال وحقق بطولة ومشى. أنا من رأيي أن الأندية تستفيد فنيا من لعيبتها إلى الآن. إذا ما الاتحاد هيستفيد ماليا من المالكي، أنا ماني عارف هو خلص مع الهلال ما خلص، كلها أراء بس كإعلان رسمي أنا ما شفت شيء. إذا خلص مع نادي الهلال أو أي نادي آخر، فأنا أشوف أن إدارة الاتحاد تستفيد منه. يعني هم جالسين ينافسون على الدوري ولاعب مهم، يستفيدوا منه إلى آخر يوم أو يستفيدوا منه ماليا لصالح النادي. طيب قول محمد. سلطان. مش اللاعب الأهلاوي الذي لا يتحمل المسؤولية، يعني ما في لاعب في هذا النادي يتحمل المسؤولية وفي هذا النادي لا يتحمل المسؤولية. هو انعكاس الوضع الإداري على اللاعبين. يعني في النادي الأهلي في السنوات اللي كان فيه استقرار إداري ودعم مادي لم يكن هناك أي حديث عن أن اللاعب الأهلاوي لا يتحمل المسؤولية. المشكلة في هذا التعاقب في الإرباك الإداري، أو خليني أقول الفوضى الإدارية، هي خلفت لعيبة من هذا النوع. وهذا يحدث في أي نادي، في النصر حينما يهتز الوضع الإداري تجد فيه مشاكل، حينما ينتظم العمل الإداري تنتهي هذه المشاكل، يرجع الفريق أكثر تماسك. إذن ما يحدث من خروج اللاعبين عن النص هو وضع إداري. أنا حتى أقولها بالفم المليان، التقيت بمدرب أجنبي في الأهلي
تفاجأت أنه يتحدث عن غياب مش في هذه الإدارة، في إدارة سابقة، يتحدث عن غياب النظام إلى درجة والله العظيم أشعرني أنه الأهلي فريق حواري، وهذا مش الأهلي والله العظيم أقول لك هذا الكلام، أشعرني أنه الأهلي فريق حواري وهو يتكلم عنه. ليه؟ ويقارن بنادي ثاني أقل إمكانات من الأهلي وأقل وضع من الأهلي وأقل قيمة إعلامية وجماهيرية من الأهلي، على أنه هذا مقابل هذا كأنه يتكلم للأمانة عن نادي ريال مدريد ونادي مثلا في بنغلاديش. وبالتالي هذا هو انعكاس للوضع الإداري، متى ما تحسنت المجارية، متى ما انتظمت الرواتب والمكافآت، متى ما شعر اللاعبين أن بالفعل الأهلي قيمة يوازي القيم في الأندية الأخرى، حيرجع اللاعب الأهلاوي أفضل. ولكن طالما بقى الحال على ما هو عليه ستجد أمور مثل هذا النوع. كنت تفد على هاشتاق البرنامج يقول هاي يا أستاذ سامي، فاز الفيصلي على النصر؟ هو توقع في نهاية الأمر، توقع وليس معلومة، عشان ممكن نهاجم الواحد ونتحدث هل فاز ولا ما فاز، هو توقع يعني مثل الكثير من النصر. إيه؟ كانت أمنية. لا هو توقع. الكثير من النصراويين توقعوا النصر حق دوري أبطال آسيا في هذا الموسم، ما تحقق. توقع، نجي نحاكمهم نقول لا ليش ما حقق دوري أبطال آسيا؟ هي أمنية. لا حتى نقاد، في نقاد نصراويين وغير نصراويين تحدثوا. توقع يعني حق مشروع. توقع حق مشروع للجميع. ممتاز، وأنا أتوقع حق مشروع بالنسبة لي. ممتاز، وأنا أتوقع حق مشروع بالنسبة لي. بس أنت أنا أشك في توقعاتك. لا هو توقع لا يعدو أكثر من كونه توقع، ولكن متى ما تحدث في العديد توقع بأن النصر حق دوري أبطال آسيا مع طيب. الدعم اللي شفناه في هذا الموسم. بحاول أصدق. وفي النهاية خرج من المولد بلا حمص. بحاول أصدق. شكراً، أنا انتهى وقتي، يعطيك العافية أبو خالد. حياك الله حبيبي. شكراً لك محمد الشيخ. شكراً سلطان. شكراً يا سامي. شكرا بس على عبد الله المالكي. عبد الله المالكي الان لم تتضح الصوره، يعني كانه وقع وكانه ما وقع، الى الان ما قدرنا نتحدث عن هذا الموضوع الى لكل حادث حديث. خلينا نقول طيب شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، غدا ان شاء الله يجدد موعد نفس التوقيت، في امان الله.